الموجز الرياضي من القدس.com، أهلا بكم. هاجمت مجموعة من الجماهير الغاضبة فريق مكابي حيفا أثناء مواجهته فريق ليل الفرنسي في مباراة ودية بمدينة سالزبورغ النمساوية، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة. ورفع بعض شباب المجموعة أعلام فلسطين وقاموا بمهاجمة اللاعبين الإسرائيليين مباشرة قبل أن يتمكن رجال الأمن من السيطرة على الموقف. أعلن برشلونة عن تعاقده مع الفرنسي جيرمي ماثيو من صفوف فالنسيا، وانضم ماثيو إلى صفوف برشلونة بعقد يمتد لأربعة أعوام مقابل 20 مليون يورو. نفى المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز التقارير التي تحدثت عن إعلانه الرحيل عن صفوف يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، وأكد اللاعب الأرجنتيني على رغبته بالاستمرار في صفوف فريق السيدة العجوز خلال الموسم المقبل. انضم الأرجنتيني المخضرم والتر سامويل المدافع السابق لإنتر ميلان الإيطالي إلى صفوف بازل السويسري، وانتقل سامويل إلى بازل لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع إنتر. أصدر أنطونيو كونتي بياناً نفى من خلاله وجود مفاوضات بشأن توليه منصب المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ونفى كونتي ما ذكر بشأن اقترابه من خلافة لوران بلان في منصب المدير الفني لسان جيرمان. أكد يواكيم لوف المدرب الفائز مع المنتخب الألماني لكرة القدم بلقب مونديال البرازيل اعتزامه البقاء في منصبه بدلاً من البحث عن تحد جديد في مكان آخر، وقال لوف أنه يسعى للاستمرار مع المنتخب الألماني حتى عام 2016. نهاية الموجز الرياضي، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.